اكد صاحب السمو الملكيه الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نايب القائد الاعلى النايب الاول لرئيس مجلس الوزراء ان نهج التطوير الذي اختطه حضره صاحب الجلاله الملك الوالد حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى جاء لصالح حاضر ومستقبل المواطن البحريني من تنميه ورخاء وامن واستقرار وأضاف سموه أن مملكة البحرين ماضية في طريق الإصلاح والنماء بما يتناسب مع خصوصية المجتمع البحريني وهويته الجامعة وقد أعرب سموه لدى لقائه اليوم بقصر الرفاع بحضور نجله سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة ومعالي الشيخ خالد بن حمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية السفيرة أنا باترسون مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى عن تطلع البحرين إلى المزيد من توثيق التعاون مع الولايات المتحده الامريكيه وتعزيز التحالف الاستراتيجي القائم على الاحترام المتبادل وبما يخدم المصالح المشتركه، منوها سموه بما يربط البلدين الصديقين من علاقات تاريخيه وثيقه تحظى بالاهتمام والرعايه الدائمه نحو تطويرها ودعمها في شتى القطاعات، وتطرق سموه مع السفيره باترسون الى قضايا المنطقه والشرق الاوسط واكد على اهميه دعم مساعي الدول المحبه للسلام والامن وجهودها نحو تحقيق الاستقرار وتعزيز التنميه التي التي تعود بنفعها على الشعوب من جانبها عبرت مساعده وزير الخارجيه الامريكي لشؤون الشرق الادنى عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد على ما يوليه سموه من اهتمام بدعم التعاون البحريني الامريكي ولدور البحرين الفاعل في تاكيد امن واستقرار المنطقه.